هذه 3 ايام من 4 ايام المغاربه عايشين لوقع واحد الفضيحه اللي تورط فيها الوزير بيتاس نهار يعني الاجتماع ديال المجلس الحكومي جاء في اوج هذا الشيء ديال الغلاء الاسعار ديال المواد الغذائيه والزياده في اسعار المحروقات جاء وقال للمغاربه يعني تحملوا مسؤوليتكم اللي عنده شي طلب يتحمل مسؤوليته. وهذا الوزير يعني عقب هذه الفضيحه تعرض لواحد القصف مجاني. علاش؟ حيت جا المغاربه فاس عكس الوزراء اللي معاه في الحكومه ديال اقنوش مده مرافعين واحد الشعارات ديال النفاق. يعني وزير تيقول لك بان غادي نديروا لكم 1000 درهم اللي وصل 65 عام، واحد اخر تيقول لك بان المراه اللي حملات غادي نعطي واحد البونيس ديال 2000 درهم، واحد تيقول لك بان الدري يعني اللي كيقرا في مدرسه خاصه غادي نعطيو الاب ديالو واحد 300 درهم في حدود ثلاثه الاطفال يعني 900 درهم في الشهر. الحكومه قالت لك سيدي بانه غادي لو شديت الحكم غادي نرسم المتعاقدين وغادي نطوي هذا الملف، بل بالعكس غادي نزيد في الاجره ديال رجال التعليم وغيبدا رجل التعليم ب 7500 درهم، غنخلقوا واحد المليون ديال المناصب الشغل وغيرها من الوعود الكاذبه اللي راه كلكم عارفينها. وبلا ما نذكر بالواقعه ديال الفضيحه ديال الطالب العالمي اللي هو رئيس مجلس النواب فاش قال لنا ها وجهها وجهكم الا ما حققناش لكم هذه الوعود جروا علينا جروا علينا بالحجر. في الواقع يعني هذا الوزير بيتاس يعني رجا فاصل المغاربه لان حيد الماسك حيد القناع وقال للمغاربه طاي طاي راه ما كاينه لا دوله اجتماعيه ولا دوله ديال الرفاه، كاينه الدوله ديال الكانيباليزم، كاينه الدوله المفترسه، كاينه الدوله اللي كتقول فيها الحكومه للشعب بكل وقاحه وبكل صرافه عم بحرك انا كحكومه ما غندخلش وما غاديش نحل لك المشاكل اللي كتعانيها انت والاسره ديالك. وفي الواقع يعني هذه الفضيحه ديال الوزير بيتاس اذا كشفت على شي فضيحه على شي يعني شي عيب راه هو في الكيفيه ديال اختيار البروفيلات ديال الناس اللي غادي يجيو للحكومه مستقبلا. ما خصناش نكتفيو فقط باجراء بحث اداري وامني وقضائي على السيد ولا السيده اللي غادي تولى منصب وزاري، خاص يتزاد واحد المعيار اخر الا وهو الفحص العقلي والفحص النفسي ويديروا الاطباء ديال الترونسيس في الدار البيضاء باش نشوفوا هذا السيد اللي غيولي في الحكومه واش عنده الملكه العقليه والطاقه النفسيه باش يسير الشؤون العامه ديال المغاربه. علاش؟ حيت الحكومه الدستور عطاها موارد قانونيه وعطاها موارد رمزيه وظهرنا اشارتها الاداره والخبراء وظهرنا اشارتها مكاتب الدراسات باش تلقى الحلول وتحل المشاكل ديال الشعب المغربي، ماشي باش تجي فاس وتقول لهم سيدي عموا 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 بحركم. سي نورمال هذا الوزير يقول للمغاربه عموا بحركم لان كيصبغوا رد والساحه خاويه لا معارضه ولا نقابات اللي غادا تحمي الشعب المغربي. والخطر هو انه غدو لعبد غدر لا قدر الله راه عشنا بعض الشرارات، عشنا مع الالترا، عشنا مع في السوق ديال الحد ولا تجلول في النواحي ديال القنيطره، ولكن استمرت الامور هكا الله سبحانه وتعالى اللي عارف المخاطر ديال هاد الوضعيه اللي كنعيشوها.